بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، موضوع اليوم إن شاء الله قد يكون على القطط. كي تلاحظوا معايا غادي نحاول نتعرفوا على القطط، ما غاديش يكون على الطيور، ولكن انتو تعجبكم المحتوى تاع القطط خليو لي في التعليق ونكون ندوي عليهم حتى هما. كيف تلاحظوا هذا القط هذا فيه مرض بحال التونية تيجي للقطط، ها هو اللي تلاحظوا راه طايح ليه بزاف تاع البلايص، هو راه معدي الانسان، يعني خصكم تردوا مع الباب وخصكم يديكم فاش تتعاملوا معاه، ما تخليهوش يتخلط مع القطط الاخرين، يعني عزلوه حتى الدواء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه نتاعت الدواء نتاعهم اللي هي سهله ورخيصه، ما تطلبش بزاف تاع الفلوس ولا تاع الخدمه. فما اربعه نتاع الاشياء باش تساعدوا انه يبرم من المرض هذا. كي قلت لكم تابعوا معايا في الفيديو هذا، غادي نتعرفوا على الدواء نتاعو ولا العلاج، وان شاء الله غادي نشاركوا معكم حتى تتشافى ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما حطوا معايا دابا غادي نشاركوا طريقه العلاج ونشوفوا المناطق اللي مصابه بهم. اجي المهم سميناها بلانكا، المحتوى السمي تاع بلانكا. كيف لاحظتوا معايا كاينه عنده هنايا، كاينه عنده هنا في اليد نتاعو، كاينه عنده في هنا في القدم كي لاحظتوا، وكاينه في هذا القدم الاخرى عاود الثاني، وكاينه عنده هنا في لوجه كيف لاحظتوا. ها هي استناو ها هي تكون دابا بانت لكم مزيان، ها هي شفتوها كي لاحظتوها معايا، عنده هنا وهنا. فطريقة العلاج ان شاء الله غتكون كالتالي. باش غادي نعالجو هاد القط هذا غنعالجوه بيضادين، كي تلاحظو راه متوفر في جميع البيوت، ومضة تاعت العينين باينة حتى هي راه موجودة وما غالياش. وهاد الدواء هذا راه تيدير تقريبا تيدير شي خمسة وعشرين 20 درهم 22 درهم غريزيو، الدواء سميتو غريزيو. فمدة العلاج تقريبا تتكون ما بين 10 حتى 15 يوم كيبان لنا القط بدا تيبرى. اشنو غنديرو؟ غنديرو ليه اما بوماطة صفراء اما بيضادين. فهاد المناطق هادو كيلاحظو راه ديجا داير ليه بيضادين، مرة ندير ليه بيضادين مرة بوماطة صفراء. زائد الحاجة الرابعة اللي قلت لكم هي التشميس، يعني ضروري مع هاد القط خصنا نشمشوه باش نحيدو منو دوك الفطريات اللي تيتكونو فيه. نشوف بحال كي قلنا نديرو ليه بوماطة مثلا، اليوم غنديرو ليه بوماطة على هاد الطريقة هادي. بلانكا بلانكا كيف تلاحظوا معايا غادي نحاولو نديرو شي بوماطة. هاد البوماطة الصفراء رائعة، نستعملوها للقطط، نستعملوها للطيور، نخليوها لاش من نستعملوها الصراحة رائعة. كي لاحظتو تنجيو هنايا هاي البوماطة كي لاحظتو، ونحاولو ندهنو ليها هاد البلاصة غير الحساب بلسانو، ما تخافوش ما تتاثر عليه لا والو، ما دير ليه والو، ما تمرضو ما والو، خير الحساب. لا هي لا بيضادين ما تيديرو والو. كيف لاحظتوا تنحاولوا ندهنوا هاد البلاصه مزيان، ولا كان عندك شي صباعيات او قفازات من الاحسن تخدم بهم. قلت لكم عطات عادي الانسان، انا راه تنسالي تنغسل يدي بالصابون مزيان. نشوفوا هادي تاع الوجه ما تخافش، زيد 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 بلانكا زيدي، هوب 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 هوب، نديرو لك شويه هنا هاكا هنا. شتو كيتي زدت هنا، ما تخافيش ما تخافيش يا راجل. صبري صبري صبري. فمدة العلاج كي قلت لكم توصل حتى ل 15 يوم، كاين في بعض الحالات تقدر توصل لك حتى ل 20 يوم. غنشوفو فين عاوتاني، عندك هنا شوية هاكا، هاكا غنديرو ليه هنا شوي. كيف تلاحظو عندو هنا قلنا في رجليه، ما تخافش ما تخافش زيد. غنشوفو هنا، هادي هي طريقة العلاج. مثلا اليوم درت عليهم درت ليه هاد البوماطة، غدا غندير ليه بيضاجين. ما تخافش ما تخافش. شوفوا فين باقي ما درناش، عندك هنا شوي وغنصوبوه
كيف لاحظتوا دابا درنا ليه بومادا فبقى معايا نمشي نغسل يدي ونعاود نرجع باش نعطيو دابا الفانيت. الفانيت اللي نعطيو خصو يكون واكل مزيان لانه تيحطو شويه على المعده. فدابا كي قلنا غادي نحاولوا نعطيو الفانيت اللي هو ديك الفانيت نقسمها على جوج. هيا لاحظتوا نص نعطي ليه في الصباح ونص في العشيه. غنجيو طريقه نتاع اعطاء الفانيدا الاخوان اي فانيد كيف ما كان تنجيو ما تبقوش هذيك تنحنوا بزاف ولا راه ثاني ما حنا الزيده راه بساله شدوا حكموا حليه فمو لوح ليه الفانيدا وزد ليه فمو خصو يسرطها الا ما سرطاش ما كاين والو. حنا نحاولوا نشدوا ليه فمو كي تلاحظوا تيسرطها تحس بها سرطها وي بشويه راه ما ضروا ما والو. هذا راه باقي مخلوع شويه انه هذا راه كان في الزنقه دابا شي عائله لاحتو دابا فاش مرض لهم بحال هكا وبان لهم في هذه الدنيا ما عرفوا ليش خافوا مو يلوحوا. حل نشوفوا كوش كليتها حل يا سراد حل نشوف صافي مشات هكا كي تلاحظوا تنجلسوا معاه بحال هكا كل نهار غادي نشدوه نديروا ليه كي قلنا نهار بيضادين نهار بومضه صفراء مع طلعتو مات الفانيت وتهلاو فيه في الماكله والتشميس وراه تيفوت هادشي وعزلوه ما تخليوهش حدا الفراش نتاعكم ولا حدا فين تتجلسوا ولا لعبكم شي مشاش اخرى ما تخليوهش حداهم ديما يكون معزول عليهم. طيب راه ان شاء الله الرحمن الرحيم ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم عثمان ما تنساوش نخليكم لا عجبتكم هاد الحلقه ديروا لنا اعجاب واشتركوا في القناة وقوموا بتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. واللي عنده شي تساؤل او توضيح يخلي تعليق وسوف اجيبه في اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.